او الكابتن محمد طه نائب رئيس منطقه الاليوبيه ورئيس لجنه المسابقات. ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا بيك يا اسامه. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ يا رب يخليك يا حبيبي، الحمد لله بخير والله بنعمه. زي ما اشدنا قبل كده بمنطقه القاهره في ايقاف لاعب وحجب نتائج فريق المقاولين العرب بسبب اشراك لاعب تم يعني تزوير في اوراقه الرسميه، النهارده لازم نشيد بمنطقه الالوبيه على القرار اللي حضراتكم خدتوه بخصوص مركز شباب بطا وطوخ. شايف القرار ده ازاي؟ هو الولد ده اللي هو لعيب، هو اكاديميه كابتن اصلا، الموضوع انت عارف من ساعه ما دخلت الاكاديميات الانديه والموضوع بقى يعني نازل، يعني بقى شكله سيء جدا، وده يعني انا كنت قلت قبل كده برضه في 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 النيل الرياضه في لقاء برضه قبل كده، ان دخول الاكاديميات اللي عاملينها ناس اصلا مش مؤهلين تمام، وناس اصلا واخدينها تجاره، هيبقى حرام على الكره المصريه. انا قلت الكلام ده في التلفزيون المصري تمام. فالولد ده اصلا لعب ماتش وهو لسه ما تسجلش عندنا في المنطقه. طب يعني لعب بكارنيه واحد زميله مثلا يعني ولا ايه؟ لا مش بيبقى في القطاع الناشئين اصلا بيبقى الحكام مش قوي، يعني مش مهتمين قوي بالشكل وبالمنظر باسم اللعيب كده يعني. انما في فرق ثانيه جالنا شكوى من نادي الابور ومن نادي كفر شكر تمام، مصورين الولد في الملعب جنب الحكم طلبنا جنب الحكم، فطلبنا من مراقب المباراه كابتن احمد الجمل موظف عندنا في المنطقه اللي هو بيلعب المباراه ديت، وطلبنا تقرير من كابتن محمد وهب اللي هو حكم المباراه ان الولد ده كان فعلا موجود في الماتش ده تمام. طبعا هو لعبوه قبل كده كذا مباراه، بس احنا ما كناش متابعين قوي، ما كناش واخدين بالنا ان فعلا الولد ده مزور. انما لما جالنا من السندات فاجتمعنا كلجنه مسابقات الاقليميه وخدنا القرار ده، وده طبيعي جدا لان هم كان ليهم برضه الاسم ده، المدير الفني ده كان له مشكله في الجيزه السنه اللي فاتت. هو الكابتن محمد عبد الستار كان له برضه نفس الموال ده برضه كان في الجيزه السنه اللي فاتت تمام، وبرضه منعوه من المشاركه، وده واحنا طبعا بعتنا لمحمد عبد الستار عشان يجي كذا مره يشرح لنا الموقف الولد ده عشان نفهم منه يعني هو بيلعب ازاي، او ما جاش. يعني انتوا الاول يا كابتن محمد، يعني انتوا الاول فتحتوا باب للتحقيق باستدعاء المدرب الاول او الاداري. وجه بقى هو بقى جه بعد الاسبوع الثالث تمام يا محمد، الوضع كذا، كنت قاعد انا وكابتن عبد المنعم حسن رئيس اللجنه تمام، وانا اشرع المسابقات كلها في المنطقه تمام، وكابتن علاء وكيل لجنه الحكام، وكابتن هاني لبيب رئيس لجنه القسم الرابع، وعملنا تحقيق معاه وقعدنا واتكلمنا. محمد وضع كذا، الراجل ده بيقول ان هو لعب ثلاث، قال لا هو لعب ماتش واحد بقى، ده اعترافه هو كمان تمام، يعني اعتراف محمد عبد الستار نفسه. هل ممكن العقوبه تتخفف كابتن محمد؟ لا، ده موضوع اتحاد ده يا كابتن، ده مش معانا احنا الموضوع اصلا. حضرتك بقول لك موضوع الاكاديميات ده وبال على الكره فعلا، والله فعلا مشكله. يعني اولياء الامور بيصدقوا ان اولادهم بيبقوا مع المدربين هيدخلوهم الاهلي والزمالك والانديه الكبيره ويدفعوا مبالغ مرعبه تمام، والجديد بقى ان هو بياخد اسم اكاديميه، تاخد اسم نادي وتشتغل من خلاله تمام. فطبعا هو القرار ده بتاعي يعني طبقنا رايحه، ما لا اتجننا عليه، وعملنا ماتش يوم الجمعه الجايه بينه وبين الفرقه الثانيه اللي هي نادي بنها. يعني حضراتكم خدتوا القرار على اساس ان في لائحه بتقول لو ولد اشراكه بعدم وجود كارنيه ايقاف عام مع المدرب مع الاداره. يا كابتن طبعا ما ده طبيعي يا كابتن، احنا طبقنا رايحه عليه، ما طبقناش مش حاجه من دماغنا يعني. وده قرار محترم جدا منطقه الاداره، لازم نشيل ده. كابتن ده تزويل اصلا، ده راجل مزور تمام، ايقاف سنه له وللاداري وللولد تمام. واحنا بنشيد بالقرار ده معاك يا كابتن محمد، يعني قرار محترم زي قبل كده ما اشدنا منطقه القاهره بقرارها ضد لاعب المقاولين العرب ابراهيم الونش اللي كان برضه مزور. كابتن محمد حشيش عمل نفس الكلام ده قبل كده. واشدنا منطقه القاهره، لازم النهارده برضه نشيد منطقه الاليوبيه على الدور والقرارات الهامه جدا اللي خدتها. كابتن محمد طه نائب رئيس منطقه الاليوبيه ورئيس لجنه المسابقات، شكرا جزيلا لك. هنروح دلوقتي لتقرير مهم جدا مع الكابتن فتحي.